السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. حلقة جديدة في يوم جديد، يوم كله إشراقة وأمل وتفاؤل وراحة بال. يا رب يرزقكم الراحة والتفاؤل ويرزقكم كل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة وانا جاية الشغل، انا طبعا في الطبيعي على طول بطلع معاكم لايف. النهاردة معرفش ركبت العربيه من هنا ونمت من هنا، ما طلعناش اللايف اللي احنا معتادين عليه كل يوم سبت، لكن نزلت لكم ريلز وقلت لكم تفتكروا النهارده انا هعمل لكم ايه. انا عامله لكم اكله اساسيه، اكله يا جماعه عندنا هنقول عليها اكله تراثيه، اكله يا جماعه عيد كبير يعني، فته. الفته جايبه لكم النهارده الفته بالخل والثوم الراعي الرسمي للعيد الكبير. جايبها لك بطريقه يا نهار ابيض، انت هتعملي الفته؟ الفته بقى اللي هتلم عليكي جيرانك والشارع والمجتمع والناس، ريحتها هتجيب لاخر الشارع. جايبه لكم النهارده الفته بالخل والثوم، وان شاء الله فته العيد السنه دي على طريقه مطبخ البلد. بصوا بقى، عشان نعمل الفته اول حاجه، بصي بقى يعني خليكي ماشيه معايا واحده واحده. رز الفته، رز الفته بيبقى ابيض، طبعا في ناس بتعمله بشعريه زي ماما كده ربنا يخليها لنا، لكن الصح ان رز الفته هيبقى ابيض. عشان نعمل رز الفته هنحتاج لكوبايتين رز ابيض وزيت وزبده وملح وفصين مستكه، اسمعي مني بقى، وخل. يا ساره رز الفته بتضيفي له خل بياخدها في حته تانية خالص. تمام. وهنحتاج كمان لعيش بلدي ابيض، او يعني عيش بلدي او ابيض مقطع ومحمص بالسمنه، وهوريكي دلوقتي. عشان بقى نعمل صلصه الفته، وهنا بقى ايه الصلصه الفظيعه الجميله، هنحتاج لثلاث معالق كبيره زيت، ومعلقتين كبار ثوم مفروم، طماطم معصوره في الخلاط، ثلاث معالق كبيره معجون طماطم، ثلاث معالق كبيره خل، ملح، فلفل اسود، كمون، معلقه كبيره سكر، ميه مغليه. وعشان نعمل طشه الفته، ودي بقى يعني حاجه ما ينفعش نستغنى عنها، ناس كتيره ما بتعملهاش بس بجد فايتها كتير، هنحتاج لزيت معلقه كبيره ثوم مفروم، ربع كوبايه خل، صلصه. وهنعمل كمان لحمه، ما احنا هنعمل لحمه محمره بقى. عشان نعمل اللحمه هنحتاج لفلفل اسود حصى، وعدان قرفه، قرنفل، حبهان، وروزماري، اربع فصوص ثوم. واللحمه المحمره هنحتاج بقى لحمه مسلوقه، سمنه بلدي، ملح، فلفل اسود، رشه جوز الطيب، بس كده. يلا بينا نشتغل على طول. انا عايزه اقول لكم حاجه سريعه، علشان انا ما كتبت انا خلينا مع بعض صراحه، انا ما كتبتش يعني هما تقريبا ضافوها من غير ما انا اقول. انا قلت لكم وبقول شوربه اللحمه بتتعمل بفلفل اسود وحبهان ورق لورا بس كده، لا يعني هما هنا حاطين ينسون عيدان قرفه، بتبقى جميله بس انا ما بحبهاش، يعني احب الحاجات دي في الكبسه. يعني زي ما قلت لكم الشوربه عاديه، هوريكي دلوقتي برضو هنعمل الشوربه ازاي. اول حاجه هنعملها ايه دلوقتي؟ الشوربه. نعمل بقى حتتين لحمه كده صح، ونخش على صلصه الفته. انا مش عارفه اعمل ايه ولا ايه ولا ايه. انا قلت لهم يدوروا فكره شويه علشان الحق اعمل معاكم كل اللي انا عاوزاه. يلا بينا. الحمد لله الحمد لله. يلا بينا اول حاجه هنرفع حله على النار علشان نعمل ايه؟ الشوربه، وعلشان نعمل كمان الصلصه. يلا بينا الاول في الصلصه. ادي معايا الحله الجميله دي اللي هعمل فيها الصلصه. والطشه بقى بقول لكم ايه، هعمل لك النهارده طشه الفته لا شفتيها ولا هتشوفيها، سهله خالص لكن بتاخد الفته في حته تانية خالص. بس انا عايزه اقول لك حاجه، احنا بنعيش عشان نتعلم، يعني عملتيها مره بالطشه تعمليها مره من غير طشه، وهقول لك ازاي الفته ناكلها وتكبسها على نفسنا ونحس ان احنا بنطلع في الروح. هعملها لك بطريقه خفيفه جدا، فته وخفيفه. فته وخفيفه. ثانيه واحده هجيب معايا ايه. ايوه اهو، الحمد لله ربنا كريم. لقيت حله كمان اهو علشان نعمل ايه. انا عايزه اعمل معاكم حاجتين في نفس الوقت. بصي بقى يا ستي، انا هنا هعمل اللحمه وهوريك اللحمه الصح الفظيعه بتتعمل ازاي، وهعمل هنا صلصه الفته. اهم حاجه عندي صلصه الفته. هدي معايا شويه زيت واللحمه. بصي بقى، احنا في عيد والعيد ده اساسه اللحمه. اول حاجه هنزل بس ايه بحاجه بسيطه كده من السمنه بس كده، عايزاها تقدح بس واحنا بنتكلم عشان ما نضيعش وقت. بصي بقى يا ست الكل، يا ساره انا اللحمه عندي ما بتعملش شوربه، والاكل عايز دسامه. طب نيكي كده هنا، هاجي معاكوا عشان ما اشيلش حاجه من المكان. ادي معايا اللحمه. اللحمه يا جماعه بصوا حلوه ازاي، اي حته لحمه صغيره مستحيل تطلع معاكي شوربه. طب يا ساره ازاي اعمل شوربه؟ يلا بينا. بصي يا ستي، معاكي دي ودي. دي ناس كتيره جدا بتحبها وليها مزاج فيها، وهاجي كده عند الكاميرا وهقول شايفين النخاع اللي جوه ده، ده دسم جدا وجميل جدا، بس في ناس ما بتستحملهوش زي انا كده، بيوجع لي بطن، بس بيبقى مفيد جدا.
في ناس بتحب ده وفي ناس زي انا بتموت في ده. دي اسمها عظمه العكشه او عظمه المفصل، دي بتعمل شوربه حلوه قوي بدون دسامه، لانها عامله يا جماعه بصوا من هنا دي ماده جيلاتينيه بتبقى فظيعه. فانتي مدام كده كده هتستخدمي لحمه صغيره، اللحمه مش كبيره، اذا هي مش تعمل شوربه. اللحمه البقري الصغيره الكندوز مستحيل تعمل شوربه، فتعملي ايه قدامك الخيارين دول. لو انتي من الناس اللي بتحب الدسامه تجيبي العظمه المدفونه او العظمه اللي فيها من جوه نخاع. بصوا البهاريز بقى دي، بصوا هطلعها لكم بايدي، بهاريز السنين، بصوا دي بتبقى فظيعه بقى لما تسقي بيها محشي كرنب او تعملي بيها فته او تعملي منها جلاش او رقاق، بتبقى فظيعه. لكن انا كساره بحب دي جدا، تعملي شوربه وفي نفس الوقت خفيفه. يلا بينا بقى نعمل. طب يا ساره انا دلوقتي العيد داخل عليا وعايزه اعمل شويه حته لحمه حلوه للفته، اختار ايه؟ بص يا ستي، فته يعني قشره لوح، فته يعني سن، فته يعني سمانه. انا النهارده معايا ايه؟ بصوا الجمال ده، دي ايه بقى يا ساره؟ دي حته من الرقبه، بصوا بتبقى فظيعه في الفته. طيب كل واحد وليه ذوقه، هنتكلم برضو واحنا بنعمل اللحمه، بس انا عايزه اعمل ايه؟ انزل بالثوم عشان نعمل الصلصه، انا عايزه الصوت ده. طيب هنخش في حاجه حاجه وهقول لك على كل التفاصيل اللي هتخليكي تاكلي الفته وانت مبسوطه ومش متضرره. بصي بقى انا هنا نزلت بالثوم والزيت عندي قدح يعني سخن، هتعملي ايه على طول يا ساره؟ هنزل بالصلصه. انا بس يا جماعه شميت ريحه الثوم مش اكتر. اوعي تحمري الثومه للاخر، انت لو حمرتي الثومه للاخر هيحصل هنا بقى المشكله والحموم والحرقان الزياده اللي بيحصل، ونحس ان احنا اكلنا حاجه تقيله لان الصلصه بتبقى متخدعه زياده. واهم حاجه عشان صلصه الفته تبقى معاكي حلوه وما تتعبكيش، مجرد ما تشمي ريحه الثوم، انا مش عايزه لونه يتغير خالص، مجرد ما تشمي ريحه الثوم على طول انزلي بالصلصه. ايه كمان؟ معلقه السكر. اوعي تنسي معلقه السكر، مش قادره اوصف لك هي قد ايه مهمه عشان الحموضه، بتعادل الطعم وحلوه جدا. احنا كده يعتبر عملنا صلصه الفته، يلا بينا بقى على اللحم. بصي بقى زي ما قلت لك قشره لوح، قشره اللوح دي حته لحمه جميله جدا حمراء وجميله. طب انا دلوقتي يا ساره مش عارفه اسامي، انا بروح عند الجزار واقول له ده انا عايزه لو سمحت ايه، ثواني كده، بروح للجزار واقول له انا عايزه حته لحمه، عايزه كيلو لحمه، عايزه نص كيلو لحمه، انا مش فاهمه حاجه يا ساره، تعالي وانا افهمك انا هنا موجوده ليه. بصي يا ستي، لو انت زي ساره كده بتحبي حته اللحمه الجيلاتينيه هتجيبي موزه بتبقى فظيعه. لو انت عيالك او زوجك او انت بتحبي حته اللحمه الحمراء خالص ما فيهاش اي ولا نسيره بس كده من الدهون هتجيبي كولاطه. طيب لو انت بتحبي حته اللحمه الحمراء بس فيها ايه، حته دسامه كده سن، بتبقى فظيعه، حته لحمه طريه وحلوه وفيها دسامه خفيفه. انت اللي بتحددي انت عايزه ايه. قشره اللوح حته لحمه حلوه قوي، لان انا النهارده انا استخدمت نوعين على فكره، هتشوفوا اللحمه الثانيه هوريها لكم احنا فيها اهو. بصوا اوريدي انا جايباها برده، بصوا اهي معايا هجيبها لكم هنا عشان تشوفوا حاجه. بصوا اللحمه ما شاء الله عليها عامله ازاي، دي من الرقبه، بصوا الرقبه عامله ازاي، انا عايزه اعدلها لكم اهي. بصوا الرقبه، بصوا حته لحمه لوز العنب والله العظيم، بصوا الجمال. يلا كمان هحمرها واوريكي تتحمر ازاي للفته. بنعملي ايه؟ نار عاليه وتسيبي اللحمه تاخد وش حلو، وبعدين تقلبيها على الوش التاني وتنزلي بميه مغليه، دي الطريقه الصح لسلق اللحمه. اوعي تسخني ميه قوي وتنزلي باللحمه، لا ما تسخنيش ميه وانزلي باللحمه، الطريقه الصح لسلق اللحمه انك الاول معلقه سمنه. طب انا مش عايزه دهون، عادي خالص، سخني الحل عندك كويس جدا وانزلي بقطع اللحمه وما تقلبيهاش غير لما تاخد لون، قلبيها على الوش التاني، بعدين انزلي ببهاراتك، والبهارات انا بنزل بيها دلوقتي علشان ريحتها تطلع وجمالها يطلع. ايه بهارات اللحمه يا جماعه؟ بصوا فلفل اسود وورق لورا وحبهان، هو بس كريم حب ايه يساعدني فجاب لي روزماري وقرفه ويانسون، الراجل يعني صارف ومكلف، بس انا كساره زي ما قلت لكم الموضوع بس كده، بصلايه و جزرايه لو عندك عود كرفس، غير كده بلاش. بصي بقى هي اخدت معايا لون، هنا بقى هقلبها، ده اللون اللي انا عايزاه، بصوا معايا، بصوا اللون، هو ده اللون اللي انا عايزاه. حاضر، معايا تليفون، الو، ازيك يا ستاره عامله ايه؟ الحمد لله، زيك يا ابتسام؟ الحمد لله كويسه، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله زي الفل، انت اخبارك ايه يا روحي؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا جميله، اهو النهارده نزلنا بالفته.
عايزه اقول لك ان جوزي متابعك، كل ما تعملي اي حاجه يقول لي اعمليها اعمليها اعمليها. انا بحبك قوي ومبسوطه بك ومنوره الدنيا كلها والله يا ساره. تعيشي وتعملي له يا حبيبتي. والله بجد تسلم ايدك، وكل الافكار اللي انت عملتيها هعملها في العيد كلها. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي يا حبيبه قلبي. طب مش عايزه حاجه اعملها لك بقى؟ مش عايزه حاجه اعملها لك؟ تسلمي لي انت، كل حاجه بتعمليها حلوه وانا بعملها والله زيك يا روحي. تسلمي تسلمي يا روحي. طب كفايه بس ان انا اشوفك كده. تسلمي يا حبيبتي، كلك ذوق. تسلمي لي يا روحي، ويسلمي تليفونك الجميل ده. احنا دلوقتي على طول هننزل بالميه وهنغطي الشوربه، وتفضلي واقفه جنبها شويه متابعه. متابعه ايه يا روح قلبي؟ الريم اللي يطلع تشيليه، الريم اللي يطلع تشيليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي حطيت العظمه اللي انا بحبها اللي هي اسمها العكشه. بصي كده انت هتعملي شويه شوربه لا قبلهم ولا بعدهم. يلا بينا بقى نغطي. الريم اللي هيطلع قدامك هنشيله. هنا بقى هنعمل ايه؟ الطشه، والطشه دي اهم حاجه. بصوا انا هنا معايا الصلصه خلاص. بصوا الموضوع يا جماعه سهل وسريع، دي اكله اول يوم العيد. انا على فكره دي مش اكله بيتنا، احنا اكله بيتنا حاجه تانية هقول لكم عليها. بصوا هنا معايا اهو الصلصه. لا مش رقاق يا رحمة، اكيد رقاق. لا مش رقاق يا رحمة. بصوا كده تيجي تقضي معانا اول يوم العيد، هطلع معاكم لايف ان شاء الله. ادي معايا الصلصه اهو، معلقتين من الصلصه. عايزه اقول لك هتعملي شويه صلصه فته هيقلبوا الدنيا. ومعايا الخل، واوعي تنسي اوعي تنسي السكر. ويا جماعه ثواني، السكر هنا اهو. ويا جماعه بمنتهى البساطه، بهارات صلصه الفته عباره عن ايه؟ ملح، فلفل اسود وبس، ولا اي حاجه تاني. ممكن رشه بسيطه خالص من الكمون، غير كده مش هنستخدم. اي بصي رشه الكمون بسيطه خالص، غير كده ما تستخدميش، بس كده. تعالوا ناخد بقى ايه سنه كده من الملح اهو، ما تملحيش اكتر من كده. هي دي صلصه الفته الفظيعه. طب ايه بقى سر الفته اللي انا يعني ممكن مثلا اكون عند حد اول يوم العيد واشم ريحه؟ يا جماعه ما شاء الله شوارع مصر عندنا يا رب، والشوارع بقى الجميله الجميله بتاعه زمان دي، يعني مثلا رايحه عند تيتا شبرا تلاقي ريحه البيوت كلها فته. تعالي اقول لك بقى بيعملوا ايه. ادي الزيت، وهننزل عليه بمعلقه الثوم المفروم. شوحي كده كويس. بصي برضو زي ما قلنا احنا مش عايزين نتعب، احنا عايزين نستمتع بالاكله وتبقى جميله ولذيذه وزي الفل. بصي انا ما شلتش ايدي، انا عملت ايه؟ شوحت كده اللون ما غيرش معايا. هطش على طول بالخل، ربع كوبايه من الخل اهو كده. ايه رايك بقى في طشه الفته؟ شفتي الموضوع سهل وبسيط خالص بالراحه كده. طب هنعمل ايه بقى ايه دلوقتي؟ بصي بقى السر في طشه الفته، هناخد بقى معانا الصلصه الجميله دي على الطشه. عايزه اقول لك ان ريحه الاستوديو يعني يا لالي. احنا هنا رايحين في سكه صعبه جدا، انا جعت. بصوا كده. طيب اغلي غلوه واحده بس واقفل عليها. ساره فين الملح والفلفل والحاجات دي؟ مفيش يا روحي، ما الصلصه متبهره، ولا هنضيف ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. اللحمه بتستوي، وهنا وهنا الجمال بتاعنا. عايزين نعمل ايه بسرعه بقى؟ عايز احمر معاكم اللحمه واوريكي اللحمه الفظيعه في تحميرها. اللحمه اللي انت هتسلقيها عادي خالص انا مجهزه معانا اهي ما شاء الله، الطشه كده خلاص جهزت. بصوا بقى معايا هنا السمنه اهي. يلا بينا بقى ايه نحمر شويه لحمه عسل. طب يا ساره كده ناقص حاجتين، ايه اللي ناقص؟ ناقص الرز الابيض، وناقص عيش الفته. بص يا ستي، عيش الفته المفروض يكون عيش بلدي، لو مش متوفر عندك واستخدمتي عيش ابيض مفيش اي مشكله، لكن الفته حلاوتها في العيش البلدي. بتجيبيه وتقصقصيه بالمقص عشان يبقى الموضوع سهل، مش هنقعد بقى نقطع في ايدينا. وصاج الفرن بتحطيه وعليه معلقتين سمنه بلدي، وفي الفرن مش هيقعد معاكي ولا 10 دقايق، قلبي 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 هيبقى زي الفل. دي اهم حاجه. تمام تمام بصوا بقى يلا بينا هنا علشان نعمل ال. طب انا دلوقتي يا ساره مش عايزه اشغل فرن ووك زي دي، او طاسه او صينيه ومعلقتين سمنه وانزلي بالعيش قلبي قلبي، برضه هيتحمر وهيبقى معاكي زي الفل. طيب بالنسبه للرز، رز الفته حله فيها شويه زيت، انا ممكن اعمله معاكم دلوقتي لو لقيت وقت، شويه زيت. وبعدين هننزل بفصين اتنين مستكه، وانزلي بقى ايه بالرز بتاعك، شوحي كده مع شويه ملح، شوح 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 شوح. هتلاقي بقى الرز قدامك غروش. يعني ايه غروش؟ يعني خلاص كده بقيت الواحده مش لازقه في اختها، لا بقوا بعيد عن بعض اتخانقوا. انزلي بقى على طول بالميه، وبعدين معلقه واحده من الخل على كوبايتين الرز، هتلاقي ريحته يا نهار ابيض.
بصي هنا بقى انا هعمل ايه. ساره انت هتنزلي دلوقتي على السمنه بايه؟ بالملح طبعا. اللي انت بتعمليه ده اسمعي مني بس ما تسرعيش، ما تحكميش عليا بالسرعه دي. شويه ملح كده في قلب السمنه، رشه بسيطه من الفلفل الاسود علشان ما تغيرش لون اللحمه، ورشه بسيطه من السبع بهارات، رشه بسيطه خالص او رشه من جوز الطيب. وهننزل بقى بقطع اللحمه الجميله بتاعتنا اللي احنا، بصوا انا عايزه اقول لكم اصلا انت ممكن اصلا ما تحمريهاش لان اوريدي احنا حمرناها هنا في الاول، فايه الدنيا معاها جميله جدا. عايزه اقول لك ان الصلصه كمان هنا خلصت، هطفي عليها. بصوا نحمر اللحمه بقى، والطشه ما شاء الله جهزت، يلا بينا نرص ايه صينيه الفته مسافه ما اللحمه تتحمر. بصوا الجمال ما شاء الله، قطعه اللحمه اللي من الرقبه دي تجنن، انا بموت فيها. بالنسبه للناس بقى اللي بتحب طبعا في العيد ضاني، طب ضاني يا ساره انا دلوقتي ذبحه ضاني، طب هعمل ايه؟ ولا تعملي اي حاجه، الضاني يعني لحمه كتف للفته بتبقى تجنن، او رقبه تاني لو انت ذبحه ضاني او جايبه ضاني، فالفته يا لحمه كتف يا من الرقبه بتبقى فظيعه جدا جدا طبعا. طب يا ساره انا الضاني دلوقتي الفخاد بتاعته اعمل بيها ايه؟ الفخاد يا لهوي اشوي طبعا، فخاد الضاني قطع بقى كباب، يا نهار ابيض بتبقى تحفه. وطبعا انتوا عارفين البيت الكلاوي بتاع الخروف اللي هو الريش. بصوا بقى معايا دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل كده، انا بس عايزه اوريكم عشان تشربي شويه شوربه تدعي لساره عليهم. بصي طبعا انت خدتي بالك ان احنا ما ضفناش الملح. ايه رايك بقى؟ يا جماعه اللحمه ما بتتغسلش، ده الريم الحاجه اللي مش لطيفه اللي هي زفاره اللحمه بيطلع فوق اهو، وبنشيله نستغنى عنه خالص اهو. الموضوع سهل وبسيط، بصي اهو هو ده الريم، اقفي جنبها 10 دقايق بس وهتبقى زي الفل. دي الطريقه الصحيحه لسلق اللحمه، ما تاخدش معاكي وقت، الانسجه بتاعتها بتبقى جميله، ما تنشفش معاكي، اهم حاجه تشيلي الريم اللي فوق الوش ده. تمام كده، بصي بقى هنا هحمر، ويا سلام بقى لو سمنه بلدي، عايزه اقول لك ان اللحمه كمان اتحمرت، ويلا بينا هنرص على طول عشان الناس دي لما بتسكت شويه بقلق منهم، اسمعوا مني. ناخد تليفون. الو الو يا ستاره. يا هند ازاي؟ صباح الفل على عيونك يا ده أمر. صباح السكر ده ولا ايه؟ صباح النور يا حبيبتي. انا بقى عندي مشكله كبيره ولازم انت تحليها لي. احل طبعا كل المشاكل، وانا هنا بعمل ايه؟ احنا دلوقتي الايد الكبير بنروح في مطرح، بنروح بقى اسكندريه، بنروح الساحل، بنروح اماكن كده على البحر. انا دلوقتي الفته دي جرت ريقي، انا هعملها على البحر ازاي بقى؟ انت ليه بتعملي فينا كده؟ انت ليه بتعملي فينا الحاجات الحلوه دي وبتخلينا بصي مش عارفين ناخد القرار؟ انت عارفه ان انا اخدت محشي على البحر؟ هم هيطردونا، ما هو احنا لو رحنا على البحر يا اما يا هيطردونا يا الناس هتتخانق معانا وياكلوا عشان انا شم الريحه منعنا. وهنقول ايه بقى؟ شاهد قبل الحس. طب هنعمل ايه يا دكتوره؟ ما هو هي هيضربوني هيجوا ياكلوا معايا وانا مش حمله ادفع كل ده لحمه. يا ستي لما ترجعي. لما ارجع ايه ده؟ انا عايزه اقوم اعملها دلوقتي، لان انا كنت ناويه النهارده اعمل حاجه خفيفه وقلت هعمل بانيه ومكرونه، انا عايزه اقوم اعملها دلوقتي، شجعتيني ده يلا مش قادره اقوم. ده انا شخصيا هروح اعملها النهارده، انت فاكره ايه يا هند؟ يعني بتجوعيني على الفيسبوك وبتجوعيني على التلفزيون، طب اعمل ايه يا يا روحي يا روحي، ايه الكلام الحلو ده بس؟ بجد والله ما انا كل اكلاتك فيها دكات كده وبحس انها فعلا هتفرق معايا من غير ما اجربها حتى، طب اعمل ايه؟ تسلمي لي تسلمي بجد والله قلبي. شكرا على كل الوصفات الحلوه اللي انت بتعمليها لنا، وان انت كمان بتدينا الوصفات قبل العيد، يعني بتخلينا نجهز كده من بدري. طبعا امال انا موجوده هنا ليه؟ والله دايما يا حبيبتي منوره، وانا بحبك جدا ومن اشد معجبينك بصراحه. تسلمي لي يا روح قلبي، تسلمي يا رب، تسلمي لي وشكرا من كل قلبي على المكالمه الحلوه دي يا هنوده. بصوا احنا دلوقتي عملنا ايه؟ زي ما انتم شايفين كده نزلنا بالشوربه الجميله بتاعتنا، وهننزل كمان بالصلصه، الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض، على فكره انا مجهزه صلصه ثانيه بس انا عايزه اوريكم اللي احنا عملناها مع بعض، مش قادره اوصف لكم ريحتها يا شباب، ريحتها بجد اللهم بارك. طيب واهم حاجه بقى في الليله دي الطشه دي، الطشه دي يا مرسي انها لفظيعه، انا بس خايفه على الكونتر عندي الخشب عشان مش عايزين حوادث. بصوا بقى الطشه يا نهار ابيض، بصوا الجمال، انا عايزه نركز على الطبق ده دقيقه، سيبوني دقيقه، سيبوني دقيقه بس يا جماعه، ادوني فرصتي. وكده خلاص كفايه كمان على اللحمه، انا مش عارفه يعني انا طلبت وقت زياده، انا بعد كده محتاجه اجي اقعد هنا خميس وجمعه، بس انا عايزه اعرفكم ازاي الموضوع سهل وبسيط. بصي بقى شويه الرز، نسيت اقول لك اول ما الرز يتشرب على طول
انزلي عليه بايه؟ معلقة سمنة بلدي، سمنة صغيرة. الناس اللي بتقولي سارة السمنة البلدي، يا حبيبة قلبي السمنة البلدي دي حاجة دهون صحية حضرتك، دي دهون صحية، انا ما قلتلكيش الحاجات اللي ايه المهدرجة. بصي بقى كده معايا، ما تجيش الا منك انت، خلاص ماشي هسمع الكلام المره دي. بصوا بقى سيبوني ارصرص الطبق الفته الفظيع ده، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، وانا برضو هرصه معاكم، يعني انا هفضل على الوعد هشيل بس الحاجات دي وارجع لكم تاني. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني واحنا بنكمل الفته بتاعتنا، وعايزه اقول لكم ريحتها يا نهار ابيض بصراحه. بقى مين اول يوم العيد بتعمل فته ومين ما بتعملش؟ مستنيه تقولوا لي في الكومنتات ايه الاخبار، ولسه ما كملتش طبق مستنياكم عشان انزل عليه ايه الطشه. طب يا ساره انت طالعه لوحدك كده، معكيش حد كده يقول لك ايه رايه في الفته دي؟ طبعا معانا استاذه هند حسن. اهلا اهلا، ازيك يا شيف ساره؟ عامله ايه؟ خبيره التغذيه العلاجيه، منورانا ومشرفانا يا حبيبتي. حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الحاجات القمر اللي انت عاملاها دي؟ ايه الفته اللي فتح النفسي دي؟ واقول لكمش بقى يا جماعه على الريحه تهبل يا روحي. تسلمي بجد، تسلم ايديكي. اه لا، وعايزه اقول لك عاملاها دايت فعلا. فته دايت، انا شايفه سمنه بتتحمر فيها وضاني ورز وعيش، بس فعلا دايت خالص، دايت خالص، يعني ما عندناش اي مشكله خالص، عيش ورز، ويعني الموضوع سهل وكلها حاجات هيلثي جدا. انا متاكده من كده يا شيف ساره، كل حاجاتك هيلثي جدا. اللي احنا بنقوله ده يا جماعه يعني هيلثي، فته هيلثي، تصدقي ده ازاي دي؟ يعني رز ولحمه تصدقي انت انا صدقت كده. طب انا عايزه اقول لك حاجه، انا سامعه، انا مش عارفه دي حقيقه اها، وسامعه وشايفه ان احنا معانا كورس، انا عارفه ان احنا معانا كورسات كتير، بس احنا معانا كورس مكثف. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ان الكورس المكثف ده هيخليكي تاكلي اللي انت عايزاه وتخسي. ده حقيقي. ما احنا احنا عايزين، يعني انت مطمنه قوي انت بتعملي الفته؟ طبعا مطمنه، عارفه، واللي انت حاسه بامان قوي، لان احنا معانا كورس هو هيقول لك، يعني بيتحداكي كلي كل حاجه نفسك فيها، عايزه تاكلي الفته ومحمره والرز والعيش وكل حاجه، واحنا هنقضي لك على الوزن الزياده. تمام. وكمان هنقضي لك على الوزن المتخزن في جسمك، يعني هتخسي وانت بتاكلي فته. تمام. فهو عشان كده احنا بنقول ان احنا مفيش مشكله خالص ان احنا ناكل الفته اللي شيف ساره عاملاها، ومفيش مشكله خالص ان احنا ناكل كل حاجه نفسنا فيها، لان احنا معانا كورس مكثف. الكورس دوت بيديلي على كل الوزن الزياده اللي عندي، يعني بيخليني ان انا اتخلص من كل الوزن الزياده وانا باكل كل حاجه انا نفسي فيها. حلو الكلام ده. عايز اسالك سؤال، انا كده يعني ايه وانا بقلب في الفته وكل حاجه حمراء قدامي فعيني جت كده لقيت علبتين النهارده احمر. ده حقيقي، ما هو ده بقى الكورس المكثف اللي احنا عايزين النهارده نتكلم عليه. حلو ده. احنا مبدئيا عارفين الكورسات بتاعتنا اللي اتكلمنا عليها قبل كده، الناس اللي هي عايزه تخس ال 10 كيلو بتاخد كورس الشهر، والناس اللي عايزه تخس فوق ال 10 كيلو بتاخد كورس الشهرين، والناس اللي عايزه تخس فوق ال 20 كيلو بتاخد كورس الثلاث شهور. بس الناس بقى اللي عايزه تاكل كل حاجه نفسها فيها، وبما اننا في الصيف والعيد جاي وعايزه ان انا اتخلص من الوزن كتير اللي عندي بسرعه قوي، فاحنا نعمل ايه بقى؟ دوت الكورس المكثف. الكورس المكثف دوت اللي هو بيكون فيه بقى 1 سلام واثنين 1 فيت، وعانا فيه 1 بيرفكت، وكمان فيتامين دي وكريم شد ترهلات. الكورس المكثف ده بيعمل، الكورس المكثف دوت بنقول ان هو بينزلني في الشهر 15 كيلو. 15 كيلو ده تحدي، ان الكورس ده بينزلني في الشهر 15 كيلو، ولو ما خسيتش ال 15 كيلو فانا من حقي ان انا استرد ثمن الكورس كامل. حلو ده. بنتحدى ان هو انت هتاكل كل حاجه نفسك فيها وهتخس 15 كيلو في الشهر، وكمان هتاخد خصم 60% على الكورس، والكورس هيوصل لك لحد البيت من غير ما تدفع تاني ولا جنيه، لان هو التوصيل مجانا لاي محافظه من محافظات مصر كلها، ومتابعه مع الدكاتره مجانا. مش بس كده يا شيف ساره، ايه كمان الكورس المكثف ده؟ كمان ان هو بيديني كل الفيتامين اللي انا محتاجاه، يعني انا بيخلصني من الوزن الزياده. وبنتحدى ان احنا هناكل كل حاجه نفسنا فيها، هناكل الفته وهناكل كل حاجه وهنخس ال 15 كيلو، وكمان لو ما خسيتش ال 15 كيلو فانا من حقي ان انا، وانا باكد جدا ان احنا بنتحدى اللي مش هيخس ال 15 كيلو، ان انا استرد ثمن الكورس بتاعي كامل، ان انا اخد فلوسي اقول لهم يا جماعه انا ما خسيتش ال 15 كيلو اللي انتوا بتقولوها عليه، وانا باكل الفته وباكل كل حاجه نفسي فيها. فاحنا بنقول ان الكورس دوت هيخسسنا ال 15 كيلو من اول شهر، يعني في الشهر هتخس 15 كيلو في الشهر، وهو طبعا الكورس دوت بيقعد معايا 3 شهور، فاحنا بنقول ان احنا هننزل اول شهر 15 كيلو، وكمان ان انا هيكون معايا فيه فيتامين دي، اللي هو اكيد كلنا عارفين فوائد فيتامين دي، ان هو بيعزز الكالسيوم في الجسم وبيزود المناعه بتاعه الجسم، وان هو بيحافظ على بشرتي وعلى صحتي، يعني بيخليني لما اخس ما يبقاش شكلي بهتان، ولا ما يبقاش شكلي شعري بيقع، والمشاكل الكتيره اللي بتحصل. وكمان هيكون في كريم شد الترهلات،
طيب ايه بقى الكورس المكثف بيكون فيه ايه؟ بيكون اتنين موجود فيه اتنين وان فيت، الوان فيت دوت اللي هو بيعلي معدلات الحرق عندي اربع اضعاف، وعشان كده احنا بنقول بنتحدى ان انت اول شهر تخس 15 كيلو ما بنعتمدش على الحرق بتاعك، لان احنا بنعلي معدلات الحرق اربع اضعاف. ومعانا فيه الوان سليم اللي احنا عارفين الكبسوله اللي هي ديت بتخلصنا من كل مشاكل الحرمان والجوع، لان الكبسوله ديت ان انا لما باخدها بتديني احساس كاني واكله مش طبق الفته اللي شيف ساره بس عاملاه، كاني واكله خروف، فبالتالي ما بحسش ان انا قادره اكل كتير. يعني هي الفكره ان احنا بنقول ان احنا في الكورس ان احنا هناكل بس مش هنحس ان احنا عايزين ناكل كميه الاكل الكبيره، يعني هاكل حاجات بسيطه وهلاقي نفسي ان انا شبعت. وكمان هيكون معانا فيه الوان بيرفكت اللي هو بيحافظ لي على بعد ما بنزل في الوزن، بيحافظ لي على الثبات في الوزن، وكمان بيعلي الحرق عندي وبيخلصني من كل الميه الزياده اللي موجوده في جسمي. دوت الكورس المكثف، وطبعا فيتامين دي وكريم شد ترهلات وخصم 60%، يعني بندفع 40% بس من ثمن الكورس، والتوصيل مجانا لاي مكان في محافظه القاهره، وكمان متابعه مع الدكاتره مجانا. واهم حاجه في الموضوع كله ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه، يعني امن تماما. ممكن الناس اللي فوق 13 حاجة سنه عندنا. ده حقيقي، ده اهم حاجه ان انا اكون عارفه مصدر الحاجه اللي انا باخدها، ان هو الناس اللي فوق 13، الاطفال اللي فوق 13 سنه ممكن ياخدوه، الناس الكبيره في السن، الناس اللي عندها امراض مزمنه مفيش اي مشكله ولا في اي خطوره عليه. ودي ارقام التواصل اللي احنا هنتصل نطلب بيها الكورس ونقول لهم ايوه احنا عايزين كورس المكثف. دي صفحات بتاعه البيج الانستجرام وعلى الواتساب لو في صعوبه في الاتصال. وعايزه اقول بس ان احنا العرض بتاعنا الكورس المكثف دوت هو هيكون لاول 150 متصل، عشان الناس بتزعل قوي وتقول انا ما لحقتش اخد الكورس اللي انتوا قايلين عليه، انا الكورس اتصلت ما لحقتش العرض. فاحنا بنقول ان الكورس بتاعنا دي الارقام اللي هنتصل نتواصل عليها، لان هو دي الارقام الوحيده اللي احنا ممكن بيها ان احنا ناخد الكورس. الكورس بيوصل لنا لحد باب البيت، ما فيش اي مصاريف تاني زياده في الشحن. وكمان ان احنا بنقول ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه، يعني ببقى مطمنه خالص وانا باخد الكورس بتاعي. طبعا. طب دلوقتي استاذه هند بتقول الكورس والتخسيس، وانت يا ساره طالعه لنا بتعملي فته. اه طالعه بعمل. بصي حته اللحم، بصي لوز العنب، بصي مهريه ازاي جميله، حطيها كده. طب احنا هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه، هنطلب الكورس المكثف. هنطلبه من الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لاف ودايت لايف، وهيجي لك الكورس لحد ايه؟ باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني، هتاكلي اللي انت نفسك فيه. امال ازاي يعني؟ ازاي تبقي مقدمه لنا فته وبتقولي ان احنا هناكل وهنخس؟ فته وبتطشه كمان. بصي الطشه، انا عايزه اقول لك ان هي فته، بصي بتطشه كمان، اصل الفته ما تنفعش من غير طشه يا جماعه، والفته ما تنفعش من غير الكورس بتاعنا، وخصوصا الكورس المكثف. زي ما قلت لك الكورس بتاعنا مكون من اعشاب طبيعيه، الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، الكورس بتاعنا عليه خصم 60%، الكورس بتاعنا هيخليكي تاكلي اللي انت نفسك فيه. مش هنقول لك ممنوع ولا تحطي على الثلاجه ورقه كبيره كده ممنوع ممنوع ممنوع، لا خالص. ليه بقى يا شيف ساره؟ لان الكورس بتاعنا بيساعد على سد الشهيه، بيديلك احساس بالشبع بدون ما تحسي باي حرمان، ولا تزعلي نفسك، ولا بقى هنبدا دايت من يوم السبت. دايت من دلوقتي حالا حالا دلوقتي، تطلع الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت مجانا، والمتابعه مجانيه. صح ولا ايه؟ صح جدا. طب انا دلوقتي مش عايزه الكورس المكثف، الكورس الجميل اللي بيساعدني في الوزن اللي فيه علبتين احمر وعلبه بيضة وعلبه، انا مش عايزه. انا دلوقتي واحده داخل عليا العيد خلاص كمان اسبوعين، وما عنديش وقت وعايزه انزل في الوزن، وانا مثلا هم 5 كيلو زياده، ده هم 10 كيلو زياده. احنا عايزين، احنا قلنا ان احنا الناس اللي عندها زياده في الوزن ال 10 كيلو، في عندنا اللي هو كورس الشهر. كورس الشهر ده بيكون فيه الوان سيليوم، وبيكون معانا فيه الوان فات، اوكي، وهيكون معانا كمان فيه كريم، هيكون معانا فيتامين دي فيه، تمام. دوت اللي هو الكورس بتاع الشهر، تمام. في كورس الشهرين هيكون معانا فيه اللي هو الوان سيليوم، وهيكون معانا الوان فات وكريم شد الترهلات وفيتامين دي. دوت اللي هو كورس الشهرين الناس اللي فوق ال 10 كيلو. طب كورس الثلاث شهور بقى الناس اللي فوق ال 20 كيلو، دوت اللي هيكون فيه معانا الوان سلام والوان فيت والوان بيرفكت وكريم شد الترهلات وفيتامين دي. يعني احنا بنقول اللي عايز يخس 10 كيلو هياخد الكورس اللي فيه الوان سلام، اللي هو احنا عايزين بس الاول يا شيف ساره نقول، انا هنقول كل الكورس بتاعنا، بس عايزين نقول ان هو ازاي الناس بتقول ازاي ان انا هخس ولا باكل كل حاجه نفسي فيها. احنا بنقول الناس اللي عندها زياده في الوزن اللي هي ال 5 كيلو ال 10 كيلو اللي انت بتتكلمي عليهم، او عندهم اماكن في جسمهم مثلا ما بتنزلش،
احنا بنقول ان احنا هناخد الكورس بتاع اللي هو الشهر الوان سيليوم اللي هو هيديني ايه. الكورس الوان سيليوم دوت عباره عن قشور السيليوم اللي هي بتديني احساس كاني بالظبط عامله عمليات تكميم المعده او جراحات السمنه المفرطه، ان هو بيديني احساس كاني انا واكله كميه كبيره من الاكل، لان هو بفضل قشور السيليوم فهي بتبقى عامله زي الكره الجيلاتينيه اللي بتفتح في المعده فبتديني بتملى 80% من حجم المعده، فبالتالي لما باكل كميه صغيره من الاكل من غير ما اتحرم بقى من الاكل ومن غير ما احس ان انا في حاجه مش قادره اكلها ومن غير ما ادي الجسم احساس ان انا مش هديك الاكل ده عشان الاكل دوت هيزودك في الوزن، فانا باكل كميه صغيره بلاقي نفسي شبعت، فبالتالي الجسم بيبتدي يحرق الدهون المتخزنه في جسمه وهو مطمن وهو مرتاح لان عارف ان في اكل داخله. ده كورس اللي هو الشهر للناس اللي عايزه تخس ال 5 كيلو ال 10 كيلو اللي هي اللي ما عندها زياده كبيره في الوزن. طب الناس بقى اللي عايزه تخس فوق ال 10 كيلو، اللي عايزه تخس فوق ال 10 كيلو فهي هتاخد الكورس الشهرين اللي هو هيكون معانا فيه الوان سيليوم والوان فيت اللي هو بيعلي معدلات الحرق عندي 4 أضعاف، وكمان ان هو بيسد لي الشهيه من 6 ل 8 ساعات. مش بس كده، ده هو بيقضي لي بقى على الدهون المتخزنه في الجسم، وزي ما احنا طبعا كلنا عارفين ان اي حد عنده سمنه موضعيه فهو عنده، اي حد عنده سمنه كليه فهو عنده سمنه موضعيه، يعني في اماكن تلاقيهم بيخسوا من جسمهم كلهم، بس في مثلا مكان زي الرجاله دايما اللي عندهم الكرش مثلا ما بينزلش، او الستات اللي عندهم مثلا منطقه البطن في عندها مشكله او الارداف او الدراعات، فاحنا بنقول ان هو بيقضي على الدهون المتخزنه اللي هي صعب النزول اللي هي السمنه الموضعيه. وكمان هيكون معانا في خصم ال 40% والتوصيل مجانا والشحن مجانا لاي مكان في محافظه مصر، وكمان متابعه مع الدكاتره مجانا. طيب دوت الناس اللي عايزه تخس ال 20 كيلو، واحنا عارفين طبعا ان هو ايه يعني الصيف لما بيبقى داخل علينا فانا عايزه انزل وزني كبير قوي، فاحنا بنقول ان احنا هنخس 15 من 10 ل 15 كيلو في الشهر، يعني انا من اول اسبوع باخد فيه الكورس انا بحس ان انا شكل جسمي اصلا اتغير، لان هو الكيلو بينزل من الجسم كله، كاني بعمل فاتنج للجسم او كاني بعمل جلسات بقضي على الحاجات السمنه الموجوده في الاماكن المتخزنه اللي صعب نزولها، وفي نفس الوقت كمان انا بقضي على الميه المتخزنه في الجسم والوزن، يعني الجسم كله بينزل، بعمل شيبنج للجسم، وطبعا كريم شد الترهلات اللي احنا بنقول ان احنا بعد ما بننزل في الوزن ما يبقى عندنا سلولايت وبيبقى عندنا ترهلات، فاحنا بنضمن ان احنا لما نيجي نخس ما يبقاش عندنا لا سلولايت ولا عندنا ترهلات، يعني جسمنا يبقى مشدود، ما بقاش مضطر ان انا اروح اعمل بقى جلسات شد وادفع فلوس قد كده. احنا بنقول الكورس بتاعنا حل كل مشاكل السمنه. طب الناس بقى اللي فوق اللي هي ال 20 كيلو يا شيف ساره دي بقى هتاخد كورس الثلاث شهور، وفي بقى الكورس المكثف اللي احنا بنقول اللي هو بينقذ لي الموضوع، ان انا في خلال شهر واحد بنقول هنخس 15 كيلو، ولو ما خسناش ال 15 كيلو في شهر من حق ان انا، ده احنا بقى الكورس ده اللي هو التحدي، هناكل كل حاجه الثقه يا جماعه، الثقه انها الثقه يا ساده، هدوت الكورس اللي هنخس فيه 15 كيلو من اول شهر، لو ما خسناش ال 15 كيلو فاحنا من حقنا ان احنا نسترد ثمن الكورس. الكورس دوت هيكون فيه الوان سليم اللي هو يديني احساس بالشبع، مش حاسه خالص بالجوع، حاسه ان انا واكله كميه اكل كبيره، وكمان هيكون في الاثنين وان فيت اللي هو هيكسر لي الدهون المتخزنه في الجسم اللي فيها سمنه موضعيه، الحاجات اللي فيها سمنه موضعيه، الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه، وهيعلي لي معدل الحرق 4 أضعاف، وكمان ان هو هيديني كاني انا بروح الجيم، كاني بمشي، يعني مش محتاجه ان انا اتحرك او ولا بيعتمد على الحرق بتاعك خالص. طيب وهيكون كمان في الوان بيرفكت اللي هو هيضمن لي ان انا انزل الميه المتخزنه في جسمي، وكمان هيعلي لي الحرق، وكمان ان هو هيخليني ان انا كاني جسمي بقى فيه شيبنج مشدود، ومش ده العلبه الخضراء، العلبه الخضراء بينزل الدهون، بيعلي معدلات الحرق، ويعلي معدلات الحرق، وبيخلصني من الميه الزياده الموجوده في الجسم. وكمان ان هو بقى انا دلوقتي نزلت في الوزن، نزلت ال 15 كيلو 20 كيلو، عايزه احافظ عليهم. ايوه صح. انا عايزه النهارده اروح المسافره في اللي احنا عارفين داخل علينا الصيف، عايزه اكل الايس كريم بتاعي، وعايزه ان انا يعني أبوز. انا المره دي صيف المره دي اصل انا كل مره اروح بس يعني بنقضي مثلا ويك اند مثلا، او انت عارفه كلنا بنسافر، مجرد ما بنسافر من هنا بالظبط اسبوع وتلاقيني اتخنت 3 كيلو ونص، مش عارفه ليه 3 كيلو ونص، ليه مش 3 كيلو 400، ليه مش 3 كيلو 600، لا هم 3 كيلو ونص. هتلاقي ان يعني الناس بتلاقي ان هي ممكن ده فيه كمان يا شيف، ان الناس اللي بتقول لك انا عملت دايت وجيت وقفت الدايت خلاص. اوكي احنا طبعا عندنا في الكورس بتاعنا ما فيش دايت ولا في حرمان، احنا متفقين ان احنا كل حاجه نفسنا فيها هناكلها، بس الناس اللي هي نزلت في الوزن فبتبقى قلقانه ان انا لو قعدت اسبوع لعبت شويه كده كلت من غير ما أمان، فانا لما باخد الوان بيرفكت ان انا ما بزيدش في الوزن، يعني الكيلو اللي انا بنزله ما بزيدش
بزيدهوش خالص دوت في الكورس المكثف، وهيكون كمان فيه كريم شد الترهلات اللي احنا اتفقنا ان هو يخلصني من كل الاماكن اللي فيها سلولايت واللي فيها ترهلات، عشان ما يبقاش عندي اماكن عايزه اداريها وعايزه اخفيها. الصيف بقى عايزه البس اللي نفسي فيه، ما عنديش مشكله خالص. وفيتامين دي اللي هيخليني ان انا لما اخس بشرتي هتكون حلوه، شعر هيكون كويس، ضوافري مش هتتكسر، هيقوي لي المناعه عندي. اصلا كمان بيعلي لوحده برقم، بيعلي الحرق. وطبعا احنا عارفين طبعا فيتامين دي دلوقتي في الصيدليه سعره كام غالي. فان انا معايا كرسي كامل، عشان كده بنقول ده الكرسي المكثف اللي هيخسسني في الشهر 15 كيلو، وفي نفس الوقت ان انا هيوصل لي الكرسي مجانا من غير ما ادفع ولا جنيه تاني، ومتابعه مع الدكاتره مجانا. واهم من ده كله ان الكرسي آمن، يعني مصرح من وزارة الصحة دي المصرية. أهم حاجة، وخصم 60%. معانا تليفون. ألو يا منى. ألو. أيوة. أهلا أهلا، إزاي حضرتك؟ منورة الدنيا. الحمد لله، أنت عاملة إيه؟ الحمد لله يا دكتور، كويسة. أنا كان عندي بس مشكلة كنت عايزة أقول لك عليها. اتفضلي. أنا دلوقتي أنا عايزة أنزل فوق ال 50 كيلو. تمام. أنا طيب. وزني معدي ال 100. اوكي. طب منى احنا سننا قد ايه؟ انا عندي 26. طيب تمام. وطولنا قد ايه؟ انا 155 تقريبا. تمام. كنت عايزه انزل يعني اكتر كمان، فشفت الاعلان اللي حضرتك بتقولي عليه والمنتجات وكده، بس انا عندي الحرق ضعيف. تمام. وشهيتي مفتوحه جدا، يعني ما بقدرش ان انا اوقف اكل، فحتى حاولت اعمل دايت كذا مره وكده وفشلت، عشان كمان عندي الحرق ضعيف. فكنت عايزه اسال حضرتك، هل انا كده هيبقى مناسب معايا بالنسبه لي كرسي الثلاث شهور ولا المكثف؟ لا، الكرسي المكثف. الكرسي المكثف اللي احنا قلنا هيخسسك من اول شهر 15 كيلو في الشهر. وكمان ان انت قلتي حاجتين، ان انا عندي كل شهيه مفتوحه، فاحنا كده بنقول ما فيش مشكله خالص، لان في الكرسي المكثف هيكون معانا فيه الوان سيليوم اللي هو هيديني احساس كاني انا واكله كميه كبيره من الاكل. او هقولها لك بمعنى بسيط قوي، الناس دايما لما بتبقى زهقت من الدايت وعملت دايت كتير، اكتر حاجه بيقول لك ايه، انا هروح اعمل عمليه. احنا بنقول الوان سيليوم هو بديل لجراحات السمنه المفرطه، يعني انا بيديني احساس بالظبط كاني عامله بالون المعده او كاني عامله تكميم، لان بيملي لي 80% من حجم المعده. فبالتالي كميه الاكل او الشراهه عندك في الاكل، انت هتلاقي نفسك كلتي كميات صغيره من غير ما تعملي دايت ولا حرمان. وهيعلي لي الحرق، لان انت كمان بتقولي الحرق عندي قليل، فانا ما بعتمدش على الحرق. انت سنك صغير، لما بيكون السن صغير بيكون الحرق عندنا اعلى، بس انا ما بعتمدش على السن. يعني انا دايما بتكون عندي البنت ومامتها الاثنين بيحرقوا نفس الحرق، لان احنا بنقول بنعلي معدلات الحرق 4 مرات. ففي الكورس المكثف احنا هنعلي معدلات الحرق 4 مرات، ان احنا هناخد يوم، هناخد الوان سيليوم الصبح قبل الفطار بساعه، وهنشرب بعديها ميه بنقول علشان المعده تبتدي حجم البالونه الجيلاتينيه اللي قلنا عليها تملى في المعده فتديني احساس بالشبع. وهناخد قبل الغداء الوان فيت اللي هو هيعلي لي معدلات الحرق، اللي هيدخل على الدهون اللي انا باكلها هيحرقها لي واللي متخزنه في جسمي. فاحنا عشان كده بنقول ان الكرسي المكثف ان هو هينزلك من اول شهر 15 كيلو، وكمان ان احنا بعد بقى ما ننزل 50 كيلو بتاعنا، ان احنا هنبتدي ان احنا نثبت الوزن بتاعنا بالوان بيرفكت اللي هو هيخليني الكيلو اللي انا بنزله ويخلصني كمان الميه الموجوده في الجسم، الكيلو اللي انا انزله ما زيدهوش خالص. وكمان ان انا ابقى مطمنه ان انا جسمي خلاص ما بزيدش في الوزن. وخصم ال 60% والتوصيل هيوصلك لحد البيت مجانا من غير ما هندفع ولا جنيه تاني. وفي دكاتره اول ما هنتصل على الارقام الموجوده على الشاشه، الدكاتره هتتابع معانا الحاله الصحيه دي، الارقام بتاعتنا والبيج بتاعتنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى صفحه وان دايت، هنتصل نطلب الكورس. الدكاتره هيبتدوا يتابعوا معانا من اول يوم نطلب فيه الكورس، هيبتدوا يتابعوا معانا السن والوزن والحاله الصحيه، وقلنا على الكورس المناسب. وكمان مش بس كده، ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه، وده مهم جدا جدا، وتحدي ان الكرسي المكثف دوت لو ما نزلناش 15 كيلو باول شهر، ان احنا من حقنا نتصل نقول لهم ايوه انا عايزه استرد ثمن الكورس. وبناكد على المعلومه ديت لان احنا متاكدين ان هو بينزل 15، وفي ناس كمان اعلى من 15 كيلو بينزلها. حلو قوي الكلام ده، ايه رايكم؟ يلا نشوف بينا الحالات الحلوه، الحالات اللي كانت ايه وبقت ايه، ونشجع الناس يا جماعه. الحالات دي حالات حقيقيه معانا، متابعه معانا، زي الريفيوهات اللي بتشوفوها دي، سكرينات من ريفيوهاتنا مع حبايبنا وحالاتنا اللي نزلوا معانا فعلا في الوزن. يلا بينا نشوف الحالات. معانا اول حاله خسر 27 كيلو في شهرين ونص، ما شاء الله. احنا عندنا الكرش الله اكبر، وما شاء الله بجد، يعني بقى حاجه ثانيه خالص. حلو قوي الكلام ده. يلا بينا على الحاله الثانيه، خسرت 18 كيلو في شهرين، والحاله دي انا اعرفها على فكره، ما شاء الله خسرت 18 كيلو في شهرين. حلو جدا الكلام ده يا جماعه، الكورسات بتاعتنا محققه نتائج اكتر من هايله كمان. يلا بينا على الحاله الثالثه، خسر 18 كيلو في شهرين، كان ايه وبقى ايه؟ يعني انا بعد الكورس تحسي ان هو كمان يعني
لعب رياضه يعني مش مجرد حقيقي ان احنا بنقول يعني بص الاماكن اللي فيها سمنه الموضعيه هنلاقي نقط ان ما بقاش فيه كرش خالص. ايوه جسمه كانه بالظبط بيروح الجيم او جسمه رياضي وده احنا بنقول هو بيعلي الكتله العضليه في الجسم. حلو قوي الكلام ده. يلا بينا على الحاله الرابعه. خسرت 25 كيلو في شهرين، يعني كنا حاجه وبقينا حاجه تانية خالص. وعلى فكره هي لابسه نفس الاوت فيت بس هو بيوريكي يعني هو عامل زوم يوريكي ان منطقه البطن والدراعات كانت عامله ازاي في شهرين ونص. يا جماعه خسرت 25 كيلو يعني بقى في شيب ما شاء الله في الوسط، الدراع نزل حاجه يعني قويه جدا ما شاء الله بجد، يعني حاجه تفرح. اه فعلا حاجه تفرح جدا، يعني شايفين شكل الذراع مع منطقه البطن كانت عامله ازاي. يا جماعه 25 كيلو رقم، وكمان في الدهون. انا عايزه اقول لك حاجه، وانت عند الجزار بتجيبي اللحمه بتاعتك قولي له كده انا مثلا عايزه نص كيلو دهن وعايزه نص كيلو لحمه، هتلاقي نص كيلو الدهون قد كده ونص كيلو اللحمه حتتين قد كده. ازاي؟ لان الدهون بتاخد حيز كبير جدا، فنص كيلو الدهون بيبقى قد كده. انت مع اول 5 كيلو لو انت طولي مثلا، يعني انا 170 طول، لو انت من 165 ل 170 طول ونزلتي 5 كيلو بتحسي بفرق عظيم. انا نزلت 5 كيلو. لو انت اقصر البنانيت الكيوت الصغننين دول اللي هم من 150 ل 160 كيلو ما شاء الله ال 3 كيلو بيعملوا معاهم وزن. ده حقيقي. احنا بنقول ان احنا من اول اسبوع الناس بتقول انا خاسه، احنا بنقول ان هو بيخسس في الاسبوع فرق مقاسات من كمان 3 ل 5 كيلو. فاحنا بنقول من اول كيلو هو بينزلوا، لان الكيلو اللي بننزله هو دهون وميه. صح. فالكيلو ده بيفرق، يعني هم بيقولوا ان احنا بعد اسبوعين شكل جسمي اصلا اتغير، هدومي اللي كانت متشاله في الدولاب ما كنتش بلبسها ابتديت ان انا اطلع البنطلون اللي بيقفل عليا. فاحنا بنقول ان احنا، انا عايزه اقول على حاجه، احنا مش بنقول ان احنا بس عايزين نخس عشان شكلنا يكون احسن، لان احنا عارفين ان السمنه هي مقبره الجمال. صح. فالناس لما بتبقى بتخس او بيبقى جسمها حلو بيبقى شكلها حلو، دايما لما بنيجي نبص لحد نقول له ايه الله دي جسمها حلو قوي، بص شكل جسمها عامل ازاي، يعني عينينا اول حاجه بتلتفت ليها شكل الجسم ازاي. بس احنا مش عايزين نخس بس علشان شكل جسمنا، احنا عايزين نخس عشان صحتنا تكون افضل. طبعا صح. يعني علشان الناس اللي بتبقى فيه بنلاقي كتير قوي، غير ان التنمر بيكون على الناس اللي زياده في الوزن يقولوا بص شكلها عامل ازاي، بص دراعتها عامل ازاي، كمان الناس اللي عندها مشاكل صحيه، الناس اللي عندها مشاكل صحيه خشونه في الركبه اللي ما بتقدرش تتحرك بسبب الوزن الكبير الزياده، البنات اللي بعد ما بتتجوز بتكتشف ان هي عندها تقيس في المبايض لما تروح للدكتور يقول لها لازم تنزلي الوزن الزياده الاول اللي عندك، فبيعمل مشاكل كتير قوي. لو جينا بصينا على كل المشاكل الصحيه اللي موجوده ورحنا لاي دكتور هيقول لنا ننزل الاول في الوزن دوت، يعني الاول نتخلص من الوزن الزياده، لو عايزين في مشكله في العظام نتخلص من الوزن الزياده، لو في سكر في اي دكتور اي دكتور اي دكتور ننزل في الوزن الزياده. ده انا تعبت من فتره من حوالي سنه كده عملت قصص وفي الاخر في دهون على الكبد. ده حقيقي الكوليسترول هيعلي الكوليسترول لازم. يلا بينا نشوف ريفيوهاتنا الحلوه لناسنا الحلوه وحالاتنا الحلوه اللي خسوا معانا وتابعوا معانا. وطبعا انتوا بتشوفوا بعينيكم الكلام ده بيبقى على الشاشه، انا المفروض ما اعملش كده الكيو كارد بس انا بوريكي. بصي ده اللي انت هتشوفيه دلوقتي على الشاشه. صباح الفل والياسمين عليكي يا دكتوره ندى، انا وزنت النهارده وبقيت 95 كيلو، كان وزني 115 كيلو كده، انا خسيت 20 كيلو في شهرين واسبوع، بجد شكرا على مجهودك معايا ربنا يكرمك. اعتقد يا استاذه هند ان ده الكورس المكثف. ده حقيقي هو الكورس المكثف اللي الناس بتتفاجئ، عشان كده احنا بنقول هو تحدي من اول شهر هنخس لشهر هنخس فيه 15 كيلو، وفي حاله ان احنا يعني الثقل ان احنا بنتحدى بنقول لو ما خسيناش ال 15 كيلو في الشهر هنسترد ثمن الكورس بتاعنا. بصي السكر دي بتقول ايه؟ تمام يا دكتور متشكره جدا ليكي، انا نزلت 3 كيلو في 4 ايام ومتفائله جدا وان شاء الله. انت بتوزني باليوم؟ يعني انت بقى اربع ايام فرحانين. هم بيبقوا فرحانين، يعني هم من اول اسبوع بيبقى اللي انا ايه ده انا شايفه نفسي انا باكل وعماله بنزل في الوزن، يعني انا باكل كل حاجه نفسي فيها وكل يوم بلاقي وزني بيختلف وشكل جسمي بيختلف. ايوه معايا، انا كنت 144 كيلو بقيت 138 كيلو، فرحانه قوي تسلمي لي بجد. الكورس جاب معايا ممكن يكون في الاول مش اتفاعل بس نصايحك نفعتني، وكمان النظام مش مضر ومش بحس ببرود، وده اللي بقول لكم عليه يا جماعه، ان احنا مش مجرد الو انا عايزه الكورس فالكورس بيروح لحد البيت وخلاص، لا المتابعه وبنقول انها مجانيه، يعني اخذت الكورس وما جابش معاها في الاول وده اللي هي قالته، واحنا دي حاجه ما نتكسفش منها ان احنا ما نقولهاش، لا الكورس لما اخذته في الاول على يدكم اهو بتقول ان انا ما جابش معايا، بس قالوا لها نصايح تعملها وحاجات تعملها وده اهم حاجه احنا بنقدمها المتابعه. يعني ايه المتابعه؟ يعني طبعا انت رايحه النهارده الدكتور التخصيص بتاعك فانت معادك معاه يعني كل يوم مثلا حد او سبت او خميس كل يوم في الاسبوع، انت مش عارفه تروحي، انت مش عارفه تتابعي، انت عايزه تسالي سؤال ومش عارفه توصلي له، كل ده معانا مجانا. مش معنى ان الكورس بتاعنا يا جماعه مكون من اعشاب طبيعيه
مش معنى ان الكورس بتاعنا فيه يعني مصرح من وزاره الصحه وحاجه امنه جدا ونتائجه معاكم بمكالمات الناس اللي كلمونا وخسوا على يدكم وبالحالات اللي بتشوفوها والسكرينات اللي بتجيلكم، مش معنى كده ان الكورس بتاعنا غالي في الثمن، لا يا جماعه الكورس بتاعنا دايما فيه عروض. يعني مثلا على سبيل المثال كورس الشهر، كورس الشهر عليه 30%، كورس الشهرين عليه 40%، كورس الثلاث شهور عليه 50%، والكورس المكثف اللي محقق نتائج هايله 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 عليه خصم 60%. عايزه اقول لكم ان كل الحاجات الجميله دي تقدروا توصلوها عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي الواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. الكورس هيجي لك لحد باب البيت مجانا والمتابعه مجانيه. عايزه اقول لك كمان ان الكورس بتاعنا داخل القاهره والجيزه والمحافظات كلها، الشحن مجاني. احنا ما شاء الله دلوقتي في اسكندريه وفي الصعيد وفي دمياط، احنا دلوقتي محققين نتائج اكتر من هايله وكل الشحن ده مجاني. ده صح حقيقي. ولا ايه؟ صح. احنا بنقول ان احنا هندفع في الكورس الشهر، في عندنا يعني احنا كل الكورسات علينا فيها خصومات. يعني عندنا الشهر اللي عايز كورس الشهر، في الناس اللي وزنها قليل في الوزن عايزه تخس من 5 ل 10 كيلو هتاخد كورس الشهر اللي هو اللي فيه الوان سيليوم، وهيكون معانا فيتامين دي وخصم 30%، والتوصيل لاي مكان في محافظه مصر مجانا من غير ما ندفع ولا جنيه، ومتابعه مع الدكاتره. ان انا بقى مش هضطر ان انا النهارده انا هبتدي بكره دايت بعد ما اكل الفته، انا هبتدي بعد ما اروح للدكتور، انا من دلوقتي حالا مجرد ما اتصل اطلب الكورس بكرة الصبح ابتدي اخد الكورس بتاعي، فانا هبتدي دايت وانا باكل الفتة وانا باكل الشاورما وانا باكل الايس كريم وانا باكل اي حاجة، وده في كورس الشهر. وكمان كورس الشهرين الناس بقى اللي فوق ال 15 كيلو اللي هيوصل لنا الوان سيليوم وهيوصل لنا الوان فيت والخصم ال 40% وكريم شد الترهلات وفيتامين دي اللي احنا قلنا على فوائدهم الكتيرة قوي. يعني انا بضمن ان انا بخس وباخد خصم 40% وهيوصل لي لحد البيت مجانا. أيوة. ومتابعة مع الدكاترة مجانا، ومش هروح جيم لان انا معايا كريم شد الترهلات اللي هيديني شيبنج وهيشد جسمي، ومعايا فيتامين دي اللي هيحافظ على بشرتي، والخصم بتاعنا، واهم حاجه ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه. اهم حاجه يا جماعه، مش اي مش اي حاجه، وبقول وهقول مش اي حاجه عليها عرض نجري عشان نجيبها، لا الكورس بتاعنا التصريح قدامكم اهو على الشاشه، تصريح مصرح من وزاره الصحه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، الحمد لله احنا بنقدم الكورس ده وبنقول لا للحرمان. هتاخدي الكورس وهتبداي تاخدي اول كبسوله وهتحسي بنتيجه، والثانيه والثالثه والرابعه. انا عايزه منك بس حاجه، الاكل اللي هتعمليه للاولاد، وده انا بحب اقوله واعيده وازيده واقول لكم واكد عليه، الاكل اللي هتعمليه للاولاد هتاكلي منه. يعني انت النهارده عامله فته كلي طبعا، بس الكورس بتاعنا هيعمله مش هيخليكي تاكلي اللي انت بتاكليه في الطبيعي، هيخليكي مش قادره، هيخليكي كتير تبقي عايزه تشربي، فطول الوقت معدتك مليانه. ده اللي الكورس عندنا بيعمله. يعني انا لما اشتغلت في الموضوع ده، انا هنا تقريبا داخلين في سنه ما شاء الله، احنا البرنامج بتاعنا في قصر الدنيا اللهم بارك ما شاء الله، لما اشتغلت في الموضوع كان لازم اخد الكورس واشوف ده بيعمل ايه، الكورس ده بيعمل ايه، انا عايزه اعرف بحس بايه. ما شاء الله الكورس بيخليكي عايزه تشربي طول الوقت، يعني عطشانه 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 انت بتشربي، فبالتالي المعده ما بقاش فيها مساحه كتير للاكل. وده حقيقي، في ناس كتيره بتقول لنا ان انا بشرب ميه كتير، بنقول لهم انت بتشرب ميه كتير علشان يبتدي اللي احنا زي ما قلنا الكبسوله بتفتح، فيبتدي الكره الجيلاتينيه تملى معدتي، فعلى طول انا حاسه ان انا شبعانه، الاكل قدامي بس انا مش جعانه. انت يعني مش قادره، مش قادره، باكل شبعانة اكل. يعني انا باكل كميات، باكل كل حاجه نفسي فيها، وبتقعدي وسط الولاد وبتقعدي وسط الولاد وانت بتاكلي، انت بتاكلي معلقه الثانيه انت خلاص الحمد لله شبعتي. عشان كده حاجه كمان مهمه جدا، هو بديل لجراحات السمنه المفرطه. حاجه كمان مهمه جدا جدا عايزه اقولها، وهي ايه؟ موضوع الحلويات. يعني انا بشرح اللي انا حسيته، طبعا انا بشرح الحالات اللي بنشوفها مع بعض وبشرح الحاجات اللي بتجي لنا على الواتساب، بس انا بقول لك اللي انا حسيته. انا واحده بحب الحلويات، الكورس بيخليكي نفسك مش رايحه للحلو يا استاذه هند. ده حقيقي، انت مش عاوزه. ده حقيقي، ان هو ما بيدينيش النهم ان انا عايزه اكل حلويات. ودوت احنا بنقول كمان الحاجه المميزه في الكورس، ان هو بيديني الناس اللي هي عندها شراهه للحلويات، ممكن ما تاكلش اي حاجه بس عايزه تاكل حلويات، فاحنا بنقول ان هو بيديني احساس كاني واكله كيلو شوكليت، انا ما عنديش يعني مش حاسه ان انا عايزه اكل حلويات او سكريات كتير. فعلا، بس احنا بنقول تقنين. يعني انا عامله وصفه على السوشيال ميديا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، احنا تقريبا دلوقتي داخلين في 10 مليون مشاهده، منزلها يوم الاربعاء. الوصفه دي وصفه كوكيز العسل الاسود، ان شاء الله هعملها لكم بكره. فانا عملتها في البيت كوكيز العسل الاسود، يعني انا بغششكم اهو، بكره هنعمل كوكيز العسل الاسود وميلك تشيك العسل الاسود. الوصفه دي انا نزلتها يوم الاربعاء. عايزه اقول لكم ان انا عملت الكوكيز، انا مش قادره يا استاذه هند. انا اخدت والله بجد اخدت قطمه، وانا بموت في الميلك شيك، بموت فيه. هتلاقي ان خلاص مش قادره، مش رغبه ان انت تاكلي تاني. كميه الكريمه اللي انا حطاها فوق دي حسيت ان انا
نفسي جزعت، عارفه انت نفسي مش عارفه اقولها، نفسي جزعت مش قادره. ده حقيقي ان هو الكورس بتاعنا بيعمل ان هو بيجيب نتيجه مع الناس اللي عندها شراهه في الاكل. احنا بنقول هو حل كل مشاكل السمنة او كل الناس اللي عندها مشكله في حاجه معينه. الناس اللي عندها شراهه في الاكل فهو حل مشكله الشراهه في الاكل. الناس اللي عندها شراهه للحلويات او نهم ان انا اكل كميه كبيره قوي من الحلويات حل لهم المشكله. صح الناس طبعا. اللي ما بتتحركش ومش قادره تنزل تروح الجيم وكده هو حل كل مشاكل فعلا يا جماعه. وانت قاعده في مكانك انا عايزه اقول لكم حاجه كمان، انا بس عايزاكم عشان خاطري انتوا اخدتوا الكورس مطبخ البلد طالع بالكورس، عايزاكي تلتزمي اول كام يوم انك تاخدي الكبسوله في ميعادها. انت بعد اسبوع هتلاقي نفسك لو انت ما خدتيش الكبسوله مش فارقه. انا بقول لك اهو، يعني انا مثلا النهارده في الشغل ودخلت البيت كنت عامله اكل من امبارح فنسيت، يعني نسيت اخد الكبسوله وجلت، انا برده شبعان، انا برده ما اكلتش بشراهه، لا انا برده شبعان. هو بجد بيخلي ما فيش شراهه، بجد بيقنن احتياجك للحلويات بجد. وعايزه اقول لك مع كل ده ولا في صداع ولا في غمامان نفس ولا في دوخه، الحاجات اللي احنا بنخاف منها ليه؟ لان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. فساره بتقول لك على قد ما تقدري التزمي في ميعاد الكبسوله، على قد ما تقدري. انت النهارده اكلتي فته على الغدا واكلتي منها معلقتين ثلاثه مش هتتخني، بس انا عايزاكي تخسي بلاش بقى عشاء ربع رغيف بس عيش بلدي زي بقى. انا بعمل، انا امبارح بجد بتعشى وشبعت على فكره. احنا بنقول ان احنا المتابعه مع الدكاتره بيكون ايه؟ يعني احنا بنقول انت عندك شراهه في الاكل، انا بخليك ما بتاكليش كميه اكل كبيره، بس بنقول متابعه مع الدكاتره ان انا ببتدي انظم لك صح رتم حياتك. يعني بقول لك ان انت تصحي الصبح بدري تاخدي الكبسوله بتاعتك، تشربي بعديها ميه، تفطري بدري، بلاش تاكلي متاخر لان ده كله هيعلي برضو الحرق عندي. دلعي نفسك، فاحنا بنقول ان احنا عايزين نعيش حياه صحيه ودلعي نفسك بنفس ذات نفسك. والله دلعي نفسك، انا دايما بقول لكم دلعي نفسك بنفس ذات نفسك، ما تستنيش اللي يدلعك. يعني انت صحيتي دلوقتي من النوم، بصي انت بمجرد ما تفتحي عيني كده، انا من الشخصيات اللي اول ما افتح عيني انا عليا 1 2 3 4 يا لهوي. لا اول حاجه بعملها بقول صباح الخير، صباح الخير يا ساره، بجد والله صباح الخير يا ساره. اغسلي وشك، خدي الكبسوله بتاعتك وشوفي بقى انت هتفطري ايه النهارده. اعملي، انا مثلا بعمل حاجه حلوه قوي هعملها لكم هنا برده، فطار سهل ولذيذ ومشبع، بلاش اي حاجه موجوده في البيت، نص رغيف عيش مع فول مع بيض مع طعميه اللي انت عاوزاه. انا بس بقول لك اهتمي بنفسك، افطري. في ناس يا حبيبي قلبي بيفضلوا ستات اتلهت من دل الولد ده كان، الولد ده ما كانش، لاقي نفسها جه ميعاد الغدا وهي حبيبتي اصلا ما فطرتش، فبتقعد على الاكل وهي جعانه. ودي من الحاجات اللي غلط جدا، ان في ناس تقول انا ما باكلش بس انا ما بنزلش في الوزن. على فكره زحمه الحياه وزحمه اليوم بالظبط ان انا مشغوله. فاحنا بنقول ان اهم حاجه عندنا صحتنا. يعني انا وانا صحتي كويسه انا ههتم باولادي، ههتم باللي حواليا، انا نفسي هعرف ابقى حياتي او هعرف امارس حياتي وانا مرتاحه. صح. فاحنا اهم حاجه ان احنا نستثمر في صحتنا. صح. يعني محدش خالص يبخل ان هو يستثمر في صحتي، ان انا انزل الوزن الزياده، ان انا ابقى شكلي احلى وصحتي افضل، ده احسن استثمار متهيألي. طبعا يعني. طبعا. معانا تليفون. الو الو يا اسراء. الو اهلا يا اسراء، اهلا بحضرتك، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. والله انا حبيت اشارك فرحتي معاكم، اول ما خسيت قلت لازم انا اكلمك واقول لك ان انا خسيت ومبسوطه قوي وبتفتح لك قوي قوي قوي. اهلا اهلا يا اسراء ومبروك يا روحي. خسيتي قد ايه؟ طب فرحيني. انا خسيت 16 كيلو شهر ونص، كنت طالبه بكحتي شهرين وخسيت شهر خدت شهر ونص خسيت 16 كيلو، وانا كنت عايزه 15 كيلو بس. 16 هي كانت عايزه تخسي 15. برافو عليكي يا اسراء. والله فرحي على العيد، ما كنتش متخيله ان انا هوصل للدرجه دي والله بجد، يعني مبسوطه قوي ان انا وصلت لكده. يا حبيبه قلبي يا رب تنبسطي كمان وكمان. طب كنت بتاكلي كل حاجه يا اسراء ولا حاجات وحاجات؟ لا كنت باكل كل حاجه بس كنت بقلل. كنت تعبانه يا اسراء؟ حسيتي ان مودك مختلف مثلا او جالك اكتئاب؟ او في ناس تقول انا دايما كنت حاسه بهبوط وانا بعمل. لا لا ما فيش الكلام ده، انا كان بس عندي فرد شهيه شويه، بس كنت باكل كل حاجه بس بقلل الكميات. حلو قوي الكلام ده يا اسراء، يا حبيبه قلبي مبروك وبرافو، يلا عيدي زي ما انت عايزه يا جماعه، دي احلى حاجه يا روحي، احلى حاجه بجد يا اسراء. هنختم بيها ان اسراء كانت اخذة الكورس كورس الشهرين علشان خاطر تخس 15 كيلو، خست 16 كيلو، وهنفضل مرارا وتكرارا نقدم لك في مطبخ البلد كل ما هو جديد وكل ما هو اقتصادي. عملنا لك الفته وبنقول لك هتاكلي الفته وهتخسي ازاي من مطبخ البلد. هقول لك سريعا ان لو عايزه تخسي من 5 ل 10 كيلو عندك عرض الشهر، وكورس شهر بيخس قد ايه يا استاذه هند؟ من 3 ل 5 كيلو، من 10 بيخسنا 10 15 كيلو في الشهر. حلو ده، وعرضه ايه؟ دوت هيكون معانا اللي هو الوان ساليوم، وهيكون معانا خصم لا عرض 30% فقط.
30% 30% 30% عايزه كده. طب ولو انا دلوقتي عايزه اخس مثلا من 15 ل 20 كيلو هناخد الشهرين اللي هيكون معانا هيكون 40%. حلو ده. طب عرض 3 شهور نخس قد ايه؟ هنخس بقى ال 3 شهور هنخس فيه فوق ال 20 كيلو. يعني ما عندكوش حجه. حالا دلوقتي تطلع هيكون معانا على الشاشه للاتصال العادي والواتساب وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد عندك. شكرا يا استاذه هند، شرفتينا ونورتينا. ميرسي يا شيف ساره، وبجد شكرا على المعلومات الجميله اللي بتقولها لنا. عملنا لكم النهارده الفته، وبكره هنعمل لكم حاجات احلى واحلى. وكنتم مع مطبخ البنات. باي باي.